السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أريد أن أحدثكم عن هذه الصورة، هذه الصورة التي استوقفتني حقيقة عندما شاهدتها اليوم. صورة للرئيس التونسي المنتخب الجديد قيس بن سعيد. هذا الرجل زار مقلب القمامة، المكان الذي تجمع فيه قمامة المدينة، ووجد في هذا المقلب أشخاص يكسبون أرزاقهم من البحث في القمائم للأسف، بسبب تردي هذه الأوضاع الاقتصادية في أوطانها العربية في كل مكان. هذا المنظر موجود في كل مكان. هذا الرجل استوقفه هذا الطفل، هذا الطفل الذي بين يديه، الذي ترونه بين يديه الآن، طفل يعول عائلته من جمع القمامة، من التفتيش فيها، من البحث داخل هذه القمائم لإخراج القناني، لإخراج ما يجده وما يصلح للبيع من أجل أن يبيعه ليعول عائلته. طبعا الرئيس أثر كثيرا، لاحظوا يحمل هذا الطفل رغم اتساخه، رغم ملابسه الرثة، رغم حالته التي تبدو من الصورة، انظروا إلى يديه هذا الطفل من التفتيش في هذه الأماكن. الأمر الذي استوقفني فعلا أن يزور هذا الرئيس هذا المكان وأن يتحسس أوضاع هذه العينة من المواطنين، هذه العينة الموجودة في أوطاننا العربية بشكل كبير جدا، خاصة البلاد العربية التي تعاني من سوء الإدارة وفساد السلطة ومن تحكم طغمة أو شلة معينة بثروات هذه البلدان. هذا الرئيس الذي يحاول أن يضمد الجراح في كل مكان. المنظر غريب علينا صراحة في أوطاننا العربية، لم نشاهده ولم نعيشه ولم يحصل، ما رأيت أنا رئيس عربي زار هذه الأماكن وتحسس الناس فيها. طبعا هذا المنظر وهذا الحدث لا ينهي هذه الإشكالية، المسألة تحتاج دراسات، تحتاج حلول جذرية من أجل انتشال هؤلاء الناس من هذا الواقع الذي هم فيه. لا تكفي معالجة حالة، طبعا الذي قرأته أنا أن الرئيس وعد بحل إشكالية هذه الأسرة، حل إشكالية هذه الأسرة لا تكفي، يعني مئات الأسر بل الآلاف على مستوى الوطن كله تعاني هذه المعاناة. لابد من حلول جذرية من أجل إخراج الناس وإخراج هذه الفئة من هذا الوقت. المهم في الأمر هي نقطة لابد أن نتحدث عنها، وهو عندما يصل إلى الحكم أناس اختارهم شعبهم، جاءوا باختيار شعبي حر، لابد أن تتغير المعادلة التي تعودنا عليها، لابد أن نرى مواقف ونسمع تصريحات ونرى مشاهد غير التي ألفناها، غير التي ترسخت في ذاكرتنا. مثل هذا المشهد لم نراه، وسأريكم الآن مشاهد لهذا الرئيس أيضا لم نرها ولم نشاهدها. أنا أقول إلا في زمن الرئيس المغدور الشهيد محمد مرسي، ذلك الرجل الذي كان يمشي على نفس هذا النمط، فعلا وشاهدنا له مشاهد كثيرة جدا فيها نوع من الرحمة ونوع من الرفق بشعبه وبناسه. لذلك لابد أن تحرص الشعوب، لابد أن تسعى إلى أن يصل إلى حكمها من تختاره هي وليس من تجبر عليه. أنا أقول لكم حقيقة أقتنع بها، قد يكون هذا الرئيس لا يمكن أن يلبي كل طموحات الناس في ظل تراكمات الأنظمة السابقة، لكن إذا استمرت الشعوب في اختيار حكامها باستمرار لابد أن تصل إلى ترسيخ هذا المبدأ الديمقراطي، ولابد أن توصل من يملك الجرأة والشجاعة أن ينقذها وأن يخرجها من هذا الواقع. الآن تونس خطت خطوة كبيرة جدا في هذا الطريق، ونسأل من الله أن يتم عليهم فضله وأن يصلوا إلى ما هو أفضل من ذلك. من المشاهد الجميلة أيضا لهذا الرئيس أطلعكم عليها الآن، هذه صورة للرئيس أيضا التونسي قيس بن سعيد، يلتقي فيها بفئة من الشباب المهمشين، هؤلاء الشباب الذين جاءوا إلى قصر قرطاج مشيا من مدنهم، مسافات كبيرة بعضهم قطعها. لاحظوا لبس هؤلاء الشباب، لاحظوا هيئتهم، بسيطين جدا. أنا عندما شاهدت هذه الصورة في أول مرة يعني تبادر إلى ذهني أنه لم يكن يحلم شاب من هؤلاء الشباب من هذه الطبقة بالتحديد أن يدخل قصر رئيس من رؤساء هذه الدول المستبدين، لا أعتقد أنه كان يحلم أبدا. كان الاهتمام حتى في تونس قبل الرئيس قيس، كان الاهتمام بالطبقة المخملية،
كان رئيس الدولة السابق السبسي يهتم بأهل بالعوائل يعني، والناس الكبار والناس الذين يشعر أنهم يدعمونه ويقفون بجانبه. لكن هذا الرجل جاء من أوساط الشعب البسيطة جدا، يعني رجل بسيط من أسرة بسيطة. الآن نظرته أيضا لا يمكن أن تتعدى هؤلاء الناس، لابد أن تبدأ من عندهم. هذه صورة له يجتمع بهم، وصور أخرى سأطلعكم عليها الآن وهو يحضنهم ويتألم لألمهم. مبادرة جميلة جدا وأمر يفتتح به حياته سيحسب له، لكن لابد من خطوات عملية، لابد من إنجاز، لابد من خطط من أجل إنقاذ هذا الشعب، إنقاذ هذه الفئات من هذا الواقع المؤلم. أيضا من الصور هذه الصور الجميلة للرئيس قيس وهو يكرم طالبات التحفيظ في جامع عقبة بن نافع. شاهدوا الرئيس يكرم حافظات القرآن في جامع عقبة بن نافع في القيروان. الرجل مهتم بكتاب الله عز وجل، مهتم بالحفاظ. أمر جميل جدا، أمر لم تتعوده الشعوب، أمر تتفاعل معه الشعوب بشكل كبير جدا. الشعوب متدينة بطبيعتها، الشعوب على الفطرة، لذلك هي تريد من يأتي ليخرج هذه الكنوز فيها. وهذه صورة أيضا أخرى له وهو يكرم إحدى الطالبات في الجامع نفسه في القيروان. وهذه صورة أيضا له مع إحدى الطالبات الصغار يكرمها ويتحدث معها. لا تستغربوا أن تسمعوا يعني ردود أفعال قوية جدا من الناس. الناس لم تتعود على هذه المناظر، لم تتعود على هذه الأحداث التي تشبع رغبات عند الشعوب. الشعوب تريد هذا الأمر، شعوب مسلمة، شعوب متدينة، شعوب تحن إلى هذا الماضي. فعندما يأتي شخص، يأتي رئيس، يأتي من يحيي فيها هذا التراث الكبير وهذه الأمور التي تحن إليها، تجد الناس متفاعلين جدا، وهي نتيجة اختيار شعبي، اختيار حر. هذه لابد أن نركز عليها، نتيجة اختيار الشعوب لمن يحكمها. هذا منظر أيضا للرئيس وهو يصلي في جامع عقبة بن نافع بالقيروان. طبعا هذه الصور عملت ضجة كبيرة جدا في الإعلام المناوع للديمقراطية والمناوع للحرية في تونس، ضجة كبيرة عند العلمانيين وعند أذنابهم الذين انتقدوا الرئيس ولماذا يظهر بهذا المظهر. الرجل مسلم، الرجل يريد أن يصلي، الرجل يريد أن يري شعبه ما يحب أن يراه فيه. هذه القضية. والرجل يتعامل بفطرته، مسلم مؤمن يصلي، يريد إنسان لا يصلي، يريد إنسان لا يهتم بهذه الأمور، لأنهم مرتبطين بالقوى التي لا تريد لهذه الشعوب أن تعود إلى حقيقتها، إلى إسلامها. وهذا مشهد له أيضا وهو في المسجد أثناء صلاة الجمعة. لذلك يا أخوة لابد أن نحرص، لابد أن تحرص الشعوب أن توصل من تريد هي أن يحكمها، لابد أن تحرص. هذه أكبر معضلة إذا استطعنا أن نحلها اليوم سيكون ما بعدها أسهل منها، حل ما بعدها من صعوبات أسهل. إذا استطعنا أن نوصل من يحكمنا، من نريده أن يحكمنا، من نريده نحن أن يحكمنا، ثقوا أننا بدأنا نمشي في الطريق الصحيح. لذلك هنيئا لتونس، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم النجاح، نتمنى لهم أن يكونوا نموذجا كما كانوا فعلا هم الملهمين في الربيع العربي في 2011. أنا أتوقع أنهم سيكونوا أيضا الملهمين في نجاح هذه الثورات وهزيمة الثورات المضادة بوعيهم وبجلادتهم وبصبرهم فعلا. سأسمعكم الآن ماذا قال هذا الرئيس في ذكرى المولد النبوي الشريف، حتى أيضا نقارن ونعلم الفرق بينه وبين غيره من الحكام المستبدين. أتمنى أن تسمعوا هذا الكلام بهدوء وتركيز لتعلموا ثقافة هذا الرجل التي منبعها الثقافة الشعبية، التي منبعها ما يريده الشعب، لذلك يتحدث بلسان الشعب، يتحدث بما يحب أن يسمعه الناس. اسمعوا. في ذكرى المولد النبوي الشريف، من العهد الحفص وذكرى المولد تقام هنا وفي عدد من في تونس في عدد من الدول الأخرى لنستحضر تاريخنا، ولكن لنستشرف تاريخا جديدا لتونس، للقيروان، ولكن لكل تونس، ولنستحضر أيضا القيم الحقيقية
للإسلام، القيم النبيلة. لما سئل صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام، قال قل أمنت بالله ثم استقم، الاستقامة. ثم استحضار مقاصد الشريعة الإسلامية من الحفاظ على النفس وعلى العرض وعلى المال وعلى الدين وعلى الحرية. وتعلمون بالتأكيد أن من أضاف الحرية كمقصد خامس من مقاصد الشريعة هو الشيخ محمد الخضر حسين في سنة 1910 في محاضرة كان ألقاها بمدينة بنزرت قبل أن ينتقل إلى مصر ويكون بعد ذلك الإمام الأكبر لجامع الأزهر، وهو الإمام من الوحيد من غير المصريين. ثم بعد ذلك بلور الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فكرة الحرية في الإسلام كمقصد خامس من مقاصد الشريعة الإسلامية، لأننا سنحاسب في كل خطوة نخطوها أمام الله. هذا ما أحببنا أن نتطرق إليه بعد أن رأيت حقيقة الصورة الأولى التي أريتكم إياها عن هذا الرجل وإنسانيته وحبه لإنقاذ شعبه. نتمنى له التوفيق. المسألة تحتاج صبر وتحتاج نضال فعلا. لا يكفي هذا المشهد، لا يكفي أن يلتقط صور مع هؤلاء الناس، بل النجاح يريد برامج، يريد خطط، يريد ناس صادقين ينفذوها، وسيصلوا بإذن الله، ستصل تونس لتكون ملهمة لنا ولكل الشعوب من بعدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.